السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده حبايب قلبي هنعمل الفراخ الاستريبس بأحلى طريقة هتعجبكم جدا. معايا هنا دلوقتي بقى كده المقادير، معايا هنا فراخ انا مقطعاها شرايح، ومعايا هنا لبن مثلج، ومعايا هنا البهارات الملح، فلفل اسود، معلقة صغيرة كمون وبابريكا، وحبهان بودرة، ثوم بودرة، بصل بودرة، مكعب مرقة، جنزبيل، شطة حمراء، بهار فراخ خلاص، وكركم خلاص. انا دلوقتي اخده كده دلوقتي معلقتين كبار من كل حاجه وحاطه في قلب برطمان وباخد منها وقت الحاجه خلاص. دلوقتي بقى هنشوف بقى هنعمل ايه بقى مع بعض. دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نعمل اول حاجه ان احنا نحط هنا الحليب المسلج اهو خلاص. المفروض ان احنا نحط يعني ان احنا ننقع الفراخ في التتبيله مثلا لمده يوم او حاجه، بس انا مش هعمل كده، انا هعملها على طول وهنشتغل ان شاء الله كده على طول فيها. دلوقتي بقى هبدا كده ان انا اخد معلقتين كبار من البهارات اللي انا عاملاها، احط 3 معالق اهو او شويه كمان خلاص اهو، نحطهم مع اللبن ونقلبهم كويس جدا خلاص. انا عايزه البهارات كلها تتقلب مع الحليب خلاص اهو. الخطوه دي بقى ان احنا دلوقتي هنحط الفراخ في الحليب بالبهارات بتاعه الكنتاكي او بتاعه الاستريبس. انا هسيب لكم البهارات كلها اللي هي بتاعه الاستريبس ديت والكنتاكي، هسيبها لكم في صندوق الوصف خلاص. اهم حاجه اللبن يكون مسلج معانا خلاص. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا خلاص. معايا دلوقتي بقى الاستريبس الفراخ اللي احنا مقطعينه شرايح ومقلبينه كويس جدا في التتبيله. هي دي كده اول خطوه احنا هنعملها خلاص اهو. ممكن بقى ان احنا بقى نعمل بقى مع الاستريبس دوت مكرونه، الرز اللي هو الريزو خلاص، وممكن نعملها بالسندوتشات اللي هي بطحينه وصوص جبنه وحاجات من ديت خلاص، زي ما انتوا حابين. انا النهارده بقى هشوف ممكن ان انا اعمل معاها مكرونه خلاص اهي. دلوقتي التتبيله دلوقتي خلصت معانا بالفراخ خلاص. انا ممكن بقى دلوقتي في الحاله دي ان انا اسيبها في الثلاجه مثلا ساعه ولا حاجه، وان انا اغطيها بالاسترش او بطبقه او باي حاجه عشان الفراخ تتبل معانا كويس، وهرجع لكم تاني. انا دلوقتي عاوزه اقول لكم خطوه مهمه جدا دلوقتي قبل ما احنا نعملها. انا عايزه دلوقتي ان انا احط فيها معلقه من العسل، عسل النحل الابيض العادي، احط معلقه بس صغيره كده خلاص اهي، وهقلبها كويس جدا واحطها بقى في الثلاجه بقى ايه ساعه لغايه ما اجهز بقيت الحاجه اللي انا هعملها المكرونه او اي حاجه انا هعملها خلاص. انا بقى دلوقتي طلعتها من الثلاجه بعد ما اتبلت في الثلاجه ساعه، ودلوقتي بقى معايا هنا ميه متليه ويستحسن ان هي تكون فيها مكعبات تلج خلاص، ومعايا هنا دقيق اهو. الدقيق دوت بقى انا حاطه بقى دلوقتي عليه ايه، حاطه عليه معلقه واحده من النشا، يعني مثلا 5 معالق دقيق حاطه عليهم معلقه واحده من النشا عشان تدي القرمشه، وحاطه منهم معلقه كبيره من البهارات بتاعه الكنتاكي اللي احنا عاملينها مع بعض خلاص. حاطه معلقه كبيره من بهارات الكنتاكي على الدقيق، وحاطه معلقه كبيره من النشا خلاص اهي، ومعانا الميه المثلجه خلاص. دلوقتي بقى انا هبدا كده ان احنا ايه نشوف الفراخ عشان ان احنا نطلعها بقى ايه من التتبيله. ودلوقتي معايا هنا زيت انا حطاه سخن جدا خلاص، فسايباه دلوقتي على النار يسخن كمان عشان احنا عايزين الزيت يكون حامي جدا. دلوقتي بقى اول حاجه بقى هنعملها بقى دلوقتي ايه، ان احنا هناخد كده من التتبيله خلاص، ونقوم قاعدين في الدقيق كده اهو، ناخد في الدقيق اهو، خدنا قطعه الفراخ ومش هنتقل عليها ولا اي حاجه خالص. انا بس عايزه بس اوريكم كده عشان يبقى باين اهو خلاص. انا باخد من الفراخ اهو وبحطها هنا في الدقيق المتبل اللي احنا حاطين فيه التتبيله، وهقوم حطها في الميه بسرعه كده واقوم مدخلاها تاني في الدقيق خلاص اهي.
ومش بتقل عليها ولا اي حاجه خالص اهو بالطريقه دي، اقوم حطها تاني في الميه في ثواني كده، واقوم حطها تاني في الدقيق. خلاص هي الميه مش هي الميه دي ساقعه شويه لكن مش مثلجه اهي. يستحسن ان انتوا تعملوها في ميه مثلجه بتبقى احسن اهو، انتوا كده شايفين اهو، ومش بتقل عليها ولا اي حاجه خالص اهي. بس باخدها بحطها في طبق نظيف وخلاص، واخد بقى ايه اكمل بقيتهم كده اهو في الدقيق اول حاجه، وبعدين ميه في ثواني كده، واقوم حاطينها تاني في في التتبيله اللي هي فيها الدقيق اهي بالشكل ده، واقوم تاني حطها في الميه في ثواني، واقوم مطلعاها وحطها في الدقيق اللي احنا متبلينه اهو بالطريقه دي. احلى استريبس هتاكلوه بالطريقه دي، جربوه وهتدعولي والله العظيم لو جربتوه بالطريقه ده، اهي جميل جدا ولادكوا هيحبوه جدا اهو. اقوم حاطاها في الميه المثلجه، واقوم منزلاها تاني في الدقيق. انا كل دول سايبه الزيت على النار عشان يبقى سخن جدا اهو، وضروري جدا ان انتوا تحطوا معلقه النشا، هتفرق معاكم جدا معلقه النشا في قلب الدقيق اهي. خلاص اهو حط في الميه، وحط تاني هنا في الدقيق اللي احنا متبلينه اهو، هنكرر بقى كده كذا مره وارجع لكم بقى تاني. دلوقتي بقى حبايب قلبي كده معايا هنا الزيت سخن جدا جدا جدا، وخلصت الستريبس اهوت خلاص كله. هبدا بقى دلوقتي بقى ان انا احمره، بس عايزه بس معلقه خلاص. هبدا بقى دلوقتي بقى بسم الله ونبدا نحمر. احلى ستريبس تاكلوه بالطريقه دي، اتمنى ان انتوا تجربوه. شايفين الزيت سخن جدا ازاي اهو، عايزه بس تكتر عشان ما يلزقش في بعض. خلاص شايفين حمروا بقى ونرجع لكم تاني. انا بقى دلوقتي كده بقى بعد ما اتحمر عايزه اوريه لكم. شايفين شايفين الاكسبريس بقى عامل ازاي جميل جدا ازاي. طب ده بقى دلوقتي بقى ان انا اطلعه كده خلاص اهو، صفيته كده جدا من الزيت. شايفين نفسه ازاي معانا بقى عامل ازاي. شايفين شايفين بقى عامل ازاي جميلة جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها. شايفين شايفين الجمال ما شاء الله جميلة جدا. انا بقى دلوقتي بقى كده حبايب قلبي خلصت كل الكميه اهوت، هبدا بقى دلوقتي بقى انا اعملهم بقى في السندوتشات واوريها لكم. وبكده بقى حبايب قلبي نكون النهارده خلصنا وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. عملنا النهارده الفراخ الستريبس السندوتشات، حطيناها في سندوتشات وقطعنا عليها طماطم وفلفل اخضر. يا رب تكون الوصفه عجبتكم النهارده وتجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. وما تنسوش يا حبايب قلبي تضغطوا لايك للفيديو، طبعا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. مع وصفات سوسو، مع السلامه.